لسه مستغربة. لا أتقبل. العم بصير 7 أيام بشكل آخر. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت تتابعون من الميدان التلفزيون مستقبل وفي العناوين. وزير التربية يؤكد أن العام الدراسي لن يعطل وأن الامتحانات النهائية ستكون في موعدها. حزب الله من الكركي رفض زيارة الراعي للأراضي المقدسة وربط حضور جلسة الانتخاب بالتوافق على شخصية الرئيس. الله أكبر. غارات عشوائية على درعا ودرية والمعارضة تتظاهر بكثافة في جمعة انتخابات الدم. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد تجمع رجال الأعمال يطلب من سفراء إفريقيا العمل على تعزيز التبادل مع لبنان. وفي الرياضة البرازيل مجددا أمام تحدي العنف قبل أيام على كأس العالم. أهلا بكم. الملف الرئاسي في استراحة أقله من حيث الاقتراع حتى الخميس المقبل موعد الجلسة الخامسة التي يبقى مصيرها مرتبطا بما تحمله الأيام المقبلة من اتصالات وتحركات. وقد أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري أن هذه الجلسة لن تكون الأخيرة قبل نهاية المهلة الدستورية، وفي حال حصول شغور في موقع الرئاسة فإنه سيدعو إلى جلسات متسارعة كل 3 أيام. قابل ذلك ربط حزب الله من بكركي حضور الجلسات بالتوافق المسبق على شخصية الرئيس. في تحركات أعلن عن سفر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في زيارة عمل للخارج، وأفيد أن الزيارة تشمل فرنسا والمملكة السعودية. وإلى الملف الرئاسي، ينعقد مجلس الوزراء عصرا في سرايا الحكومي، وعلى جدول أعماله بت مزيد من التعيينات وقضية اللاجئين السوريين. غير أن البداية من ملف تحرك هيئة التنسيق النقابية، فقد أعلن وزير التربية الياس بوصعب بعد اجتماع مع الهيئة أنه لن يتم تعطيل العام الدراسي وأن الامتحانات النهائية ستكون في موعدها، موضحا أنه تم طرح فكرة تمديد العام الدراسي أسبوعا كاملا. في المقابل تحدث رئيس هيئة التنسيق حنا غريب عن تصعيد التحرك النقابي لكن في هجوم إيجابي، معتبرا أن المسؤولين أخذوا البلد إلى أزمة وطنية وليتحملوا كل المسؤولية. ما راح يصير في تعطيل للعام الدراسي، ما راح يصير في إضرابات قبل ما يخلص العام الدراسي، ما راح يصير في تسكير للمدارس قبل ما يخلص العام الدراسي. أنه اتفقنا على إنهاء العام الدراسي وإجراء الامتحانات المدرسية بموعدها، يعني كل المدارس بدها تقوم بالامتحانات بالموعد المحدد لها. إذا ما قدرنا نعمل امتحانات رسمية عنا جيل بأكمله ما رح يقدر يفوت على الجامعات. هيدا الفراغ اللي ممكن نفوت فيه إذا ما بيصير في انتخاب لرئيس للجمهورية اللبنانية ب25 الشهر، عم نفوت مش بس بفراغ رئاسي، عم نفوت بفراغ على مستوى الوطن وعلى مستوى كل القطاعات بدها تتأثر فيها كل عائلة بهالبلد. إذا ما في سلسلة، إذا ما في حقوق، هم يتحملون مسؤولية أخذ البلد على المجهول بالاقتصاد وبالسياسي وبالامتحانات وبكل الأفق المجهول للبنان. أخذوا البلد على أزمة وطنية فليتحملوا كل المسؤولية بالكامل. هذا صوت هيئة التنسيق النقابية. هي مش بس بالتربية وهي مش بس بالتعليم، هي بكل الميادين ما خلوا شيء. لذلك قضيتنا من قضية هالبلد. يعني نحن تجاه طلابنا حريصين على أنهم ياخذوا شهاداتهم، ولكن هن اللي عم يقدفوا فينا إلى أن وصلنا إلى الحالة اللي نحن فيها حاليا. زار وفد من حزب الله بكركي حيث التقى البطريرك مربشار بطرس الراعي وشرح له موقفه من تداعيات زيارته للأراضي المقدسة. الوفد أعلن من جهة أخرى أنه لن يشارك في أي جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية قبل الاتفاق المسبق على اسمه.
الموقف الرسمي الأول لحزب الله من زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى الأراضي المقدسة جاء من بكركي بعد زيارة وفد من الحزب ضم أعضاء المكتب السياسي السيد إبراهيم أمين السيد وغالب أبو زينب ومصطفى الحاج. ساعة ونصف الساعة استغرق اللقاء، خرج بعده وفد الحزب ليؤكد أنه لا يشكك في نوايا البطريرك لكنه أبلغه موقفه الرافض لهذه الزيارة انطلاقا مما يراه من تداعيات سلبية لها. أنا قلت وجهة نظره وقدم هو وجهة نظره حول هذا الموضوع، والموضوع لا يتعلق بالخلفية أو بالمنطلقات أو بالنوايا. نحن متفقون على سلامة النوايا وعلى المنطلقات الوطنية والدينية، لكن نحن تحدثنا عن المخاطر والسلبيات في التداعيات هذه الزيارة على مستوى لبنان أو مع الكيان الإسرائيلي الصهيوني المحتل أو في المنطقة. الاستحقاق الرئاسي حضر أيضا في اللقاء، وأكد السيد أن حزب الله لا يشارك في جلسة انتخاب الرئيس قبل الاتفاق المسبق على شخصية الرئيس، مشيرا إلى أن ليس هناك في لبنان ديمقراطية مجردة. الموضوع يتعلق بشخصية الرئيس إذا كان مقبولا أو غير مقبول، الموضوع لا يتعلق بحدية 14 أذار أو غير 14 أذار. وغبطته أيضا أثار موضوع الانتخابات الرئاسية، وركز جدا على أهمية أن لا يحصل فراغ وعلى مسؤولية النواب في ضرورة أن يذهبوا وينتخبوا رئيس. هل ستحضرون الخميس المقبل بناء على رغبة البطريرك الراعي؟ هل ستحضرون كحزب الله الخميس المقبل جلسة؟ يعني إذا لم يكن هناك رئيس متفق عليه ويشكل شخصية لكل اللبنانيين وليس شخصية تحدي للبنانيين ويدخل البلد في أزمات ومشاكل كبرى، أكيد لن نذهب. نعلن مرشحنا، نعلن نحن إن شاء الله. البطريرك الماروني استقبل كذلك سفير المملكة العربية السعودية علي عواد عسيري وعرض معه التطورات والمستجدات محليا وإقليميا. رئيس الجمهورية ميشيل سليمان وجه رسالة إلى المجلس النيابي بواسطة رئيس المجلس يطلب بموجبها واستنادا إلى الفقرة العاشرة من المادة 53 من الدستور العمل بما يفرضه الدستور وما توجبه القوانين لاستكمال الاستحقاق الدستوري تفاديا للمحاذير والمخاطر التي قد تنشأ جراء عدم انتخاب رئيس للجمهورية قبل 25 من الشهر الحالي. من جهة أخرى، عرض الرئيس سليمان مع وزير الخارجية جبران باسيل للتطورات الراهنة وأجواء الاجتماعات العربية والدولية الأخيرة التي شارك فيها لبنان. يبحث مجلس الوزراء في جلسته المقررة عصرا في السرايا الحكومي ملف النازحين السوريين، وقد أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أنه تقدم بمقترحات لحل قضية النازحين، مشيرا في مقابلة مع برنامج كلام بيروت إلى ضرورة حصول لبنان على دعم من المجتمع الدولي. لبنان يتحمل أكثر من أي بلد آخر، نعم، علما أنه أصغر البلدان وأفقر البلدان وأضعفها بنى تحتية وأكثرها كثافة سكانية. إن المجتمع الدولي يعالج الأثر ولا يتصدى للفعل. إن المجتمع العربي مدعو أن يتبنى هذه القضية القومية كي لا تتحول إلى نكبة. لما بنقدر نقيم مخيمات ونربط المساعدات بالساكنين بالمخيمات، منا لحالة رح يصير في تنفيس الاحتقان ورح يصير في انسراب طبيعي من داخل الجسم اللبناني إلى هذه المخيمات. الرئيس سلام قد يطلب مساعدات للبنان؟ زيارة سياسية الحالة. نعم، لأنه رايح على رأس وفد أنا منه، وأنا أخذ معي ملف، نعم، بالذات الملف السوري وملف المجتمع المضيف. ايوه. نحن طول عمرنا نعول على الرعايه الاخويه السعوديه. هذه الجوله ستتبعها جولات الى بقيه دول الخليج والى بقيه الدول العربيه، لاننا بالنهايه سنصل الى طلب رسمي بعقد مؤتمر عربي يخصص فقط للمساله السوريه. نفذ عدد من موظفي وأجراء الساعة ومقدمي الخدمات الفنية في وزارة المالية اعتصاما أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة مطالبين بتسوية أوضاعهم. مسيرة جديدة من مبنى الضريبة على القيمة المضافة إلى جسر العدلية
موظفو وأجراء الساعة ومقدمو الخدمات الفنية في وزارة المالية أرادوا رفع الصوت مجددا للمطالبة بحقوقهم. موظف الساعة بوزارة المالية، مقدم الخدمات الفنية، هالتسمية اللي أعطونا إياها، هيدي التسمية بدها تكون تتحول لشيء فعلي عملي، اللي هو التثبيت حسب الجدارة وحسب سنين الخدمة. وأيضا نحن قلنا حقوقنا بالضمان، ما بقى حنتركها ونسكت عنها. نحن قلنا حقوق بالإجازات من أمومي ومرضية وغيرها. نحن قلنا حقوق بالأعياد. نحن قلنا حقوق بالمفعول الرجعي والتعويضات وحق التقاعد. في ناس منا هلا حتطلع على التقاعد ما عندها شيء. إنه نحن من كوكب آخر، بس فهموني. إنه عود الناس حارمينكم من حقوقكم، من أبسط حقوقكم، من حقكم مش بس بالضمان الاجتماعي، حقكم بالتثبيت والتوظيف للي أنتوا عم بتقوموا بهاي الوظيفة إلى جانب زملاء لإلكن بنفس المكتب. وناشد المعتصمون وزير المالية لإنصافهم والعمل على تثبيتهم كغيرهم من الأجراء والمياومين في المؤسسات الأخرى. أمنيا، أصيب ضابطان وعنصر من قوى الأمن الداخلي خلال مداهمة منزل المطلوب ميم حاء في حي أبو زيدان في عرسال، وقد رمى المطلوب 3 قنابل يدوية باتجاه الدورية قبل أن يتمكن من الفرار، وتم ضبط كميات كبيرة من المخدرات ومنظارا ليليا إضافة إلى بندقتي بوب أكشن. بعد الفاصل تتابعون في النشرة. المفاوضات النووية بين إيران والغرب تتقدم ولكنها صعبة. نواصل تقديم النشرة. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات التي بدأت في فيينا بين إيران والدول الست الكبرى حول الملف النووي تتقدم لكنها صعبة، وهو أمر عبر عنه أيضا مسؤول أمريكي بارز. جو من التشاؤم المشترك بين الغرب وإيران يسيطر على المفاوضات في فيينا بين مجموعة الست الكبرى وطهران بشأن برنامج إيران النووي. مسؤول أمريكي كبير عبر عن قلقه بشأن عدم إحراز تقدم في المحادثات التي وصفها بالبطيئة والصعبة، إذ لا تزال هناك ثغرات كبيرة داعيا إيران إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة. هذا الجو عكسه كذلك نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، الذي صرح أن المفاوضات تتقدم لكنها صعبة. وفي ظل هذه الأجواء طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفرض سياسة حازمة وواضحة جدا من قبل الدول العظمى ضد إيران، إذ لا يجوز السماح لمن وصفها بدولة الإرهاب الأولى في هذه الأيام بتحقيق النصر وتطوير القدرة على تصنيع الأسلحة النووية بحسب تعبيره. نتنياهو وخلال اجتماع عقده مع وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل أضاف أن إيران تحاول أن تخدع المجتمع الدولي عبر مواصلة تطوير الصواريخ البالستية العابرة للقارات ومواصلة انتهاك قرارات مجلس الأمن. من جانبه تعهد هاجل بأن الولايات المتحدة ستفعل ما بوسعها لمنع إيران من تطوير سلاح نووي. وزير الدفاع الأمريكي التقى كذلك الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز ونظيره موشي يعلون، الذي أكد أن على البلدين الاستعداد لمنع إيران من حيازة السلاح النووي باستخدام الوسائل كافة المتاحة. إلى سوريا، حيث صعدت كتائب الأسد عملياتها العسكرية في درعا، فاستهدفت منذ صباح الباكر أحياء نوى بوابل من الصواريخ، وألقت البراميل المتفجرة على درية، وانفجرت سيارة مفخخة في إدلب بالتزامن مع خروج المصلين من الجامع الكبير، ما رفع عدد القتلى اليوم إلى أكثر من 30. في المقابل حقق الجيش الحر تقدما ملحوظا في ريفي حماة وإدلب بعدما استولى على مراكز أمنية تابعة للشبيحة. أكثر من 100 صاروخ هالت على منازل المدنيين في مدينة نوى في درعا، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. القصف العشوائي امتد إلى إنخل والنعيم وطفص وعدوان وأحياء طريق السد في درعا وريفها. وشهدت أحياء القابون وجوبر والقدم في العاصمة دمشق قصفا مماثلا، وشنت قوات النظام حملة دهم في حي ركن الدين، فيما استهدف الثوار باصا للشبيحة في شارع العدوي. هذه الأحياء خير دليل على وحشية القصف في الريف الدمشقي،
في وقت جدد كتائب الأسد استهدافها بالصواريخ أحياء الغوطة الشرقية والزبداني وداريا. الوسط السوري على حاله، قصف عنيف ومواجهات في أحياء الوعر والحولة والرستن في حمص وريفها. وعلى وقع القصف العشوائي على الأحياء المحررة في دير الزور، تواصلت المواجهات بين الثوار ومسلحي داعش وكتائب الأسد على محاور كرة الريف، وتجددت المعارك في حي المنشية. وبعدما سيطر الثوار على مباني ومستودعات رحبة خطاب في ريف حماة، قصفت كتائب الأسد اللطامني في الريف الشمالي، وتعرضت أحياء إدلب إلى قصف بصواريخ أرض أرض، فيما حقق الجيش الحر تقدما ملحوظا في خان شيخون بعد سيطرته على حواجز استراتيجية للنظام. وفي ريف اللاذقية واصل الجيش الحر استهداف مقرات قوات النظام في تشالمة، وتعرضت مدينة كسب إلى قصف مركز. إلى الشمال استأنفت المروحيات غاراتها اليوم بالبراميل المتفجرة على الأحياء المحررة، ودك الثوار مقرات الشبيحة في جمعية الزهراء ومحيط الاستخبارات الجوية وقرية البريج. الأوضاع الميدانية لم تمنع السوريين من تلبية دعوة المعارضة إلى المشاركة في التظاهرات الإسبوعية الحاشدة، والتي حملت شعارا هذه الجمعة انتخابات الدم، تنديدا بالسباق الرئاسي الذي حدد النظام موعده في 3 حزيران المقبل. وللمزيد ينضم إلينا عبر سكايب مراسل شبكة شام في دمشق وريفها مازن الشامي. سيد الشامي، هلا وضعتنا في آخر صورة ميدانية اليوم. نعم، سوف أبدأ من مكان تواجدي في بلدة المليحة. يعني حقيقة لليوم 45 على توالي لا زالت كتاب الأسد تتبع سياسة الأرض المحروقة بحق البلدة وبساتينها بعد عزهم التام بالتقدم بمواجهة الثوار، حيث نفذت طائرات النيجا اليوم أكثر من 6 غارات جوية على بلدة المليحة، بالإضافة لقصف صواريخ الأرض أرض. يعني منذ دقيقتين تقريبا سقط صاروخين أرض أرض، ليرتفع عدد الصواريخ إلى 7 صواريخ أرض أرض على البلدة، بالإضافة للقصف المدفعية الثقيلة. واليوم منذ الصباح ربما تسمعون أصوات القصف الآن، اليوم منذ الصباح الثوار قصفوا المنطقة العسكرية التابعة للنظام الواقعة بين مدينة جرمانة والمليحة، وذلك بصواريخ من نوع غراد. واستطاع الثوار استعادة والسيطرة على عدة نقاط من جهة البلدة خاصة من جهة الأفران، وتم التأكد من قتل عدد كبير من ميليشيات كتائب الأسد العراقية. هذا ما حصل في بلدة المليحة. في باقي البلدات شهدت اليوم عين ترمى غارتين جويتين استهدفت المنطقة الشرقية للمنطقة، وذلك من جهة المتحلق الجنوبي، بالإضافة لقصف مدفعي وخاصة مدن دوما وجبهة المرج وجبهة المتحلق الجنوبي. واليوم شهدت أيضا مدينة دارية قصف عنيف استهدف ساحة الأوقاف ومحيطها، بالإضافة لأن طيران المروحي ألقى برميلا متفجرا على منطقة المزارع الغربية لمخيم خان الشيح. في حي جوبر أيضا اليوم طيران الميج نفذ غارات جوية مكثفة بالصواريخ، بالإضافة لقصف عنيف رفاهية الثقيلة. أيضا في حي القدم صباح اليوم دبابات كتائب الأسد قصفت كل من شارع الفراتين وجورة الشريباتي، ومنذ قليل أو منذ تقريبا نصف ساعة في حي المزة قامت كتائب الأسد باعتقال أحد الأشخاص بعد انتهائهم من صلاة الجمعة والخروج من مسجد المصطفى. هذا ملخص ما حصل حتى اللحظة منذ الصباح أو في العاصمة وريفها. نعم، مراسل شبكة شام في دمشق وريفها مازن الشامي، شكرا لك. أبدت مجموعة أصدقاء سوريا عزمها على وضع خطة تهدف إلى تغيير الواقع على الأرض لصالح المعارضة السورية، وصفة الانتخابات الرئاسية المرتقبة بالمهزلة. تلقى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية دعما جديدا من المجموعة الأساسية لأصدقاء سوريا التي اجتمعت في لندن، وأعلنت المجموعة التي تضم وزراء خارجية 11 دولة عن عزمها وضع خطة تهدف إلى تغيير الواقع على أرض المعركة لصالح المعارضة. اتفقنا بالإجماع على اتخاذ مزيد من الخطوات من خلال استراتيجية منسقة لزيادة دعمنا للمعارضة المعتدلة. وشددت المجموعة ومن ضمنها تركيا على رفضها الانتخابات التي ينظمها نظام الأسد، وصفتها بأنها غير شرعية وتهزأ من أرواح ضحايا الحرب الدائرة في البلاد، فيما اتفقت على تحميل نظام الأسد الإرهاب الذي يمارسه ضد أبناء شعبه وينشره عبر المنطقة بأكملها.
لقد اتفقنا معا على القول أن انتخابات بشار الأسد الزائفة هي مهزلة وإهانة وتزوير للديمقراطية. ومع إعلان وزير الخارجية الأمريكية جون كيري عن معطيات أولية تشير إلى استخدام غاز الكلور في النزاع في سوريا، تخوف وزير الخارجية الفرنسية لورون فابيوس من أن إثبات استخدام النظام للأسلحة الكيماوية سيكون أمرا صعبا جدا. وفي ظل الحديث عن تقديم دعم عسكري للمعارضة، أوضحت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف أن بلادها ستمد المعارضة بمساعدات غير فتاكة، ولكنها ستغير حسابات الأسد. إلى ذلك شدد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في كلمته خلال اجتماع وزراء الإعلام العرب على موقف الجامعة الثابت حيال الأزمة السورية، ومنها الاستجابة لطموحات الشعب السوري وتطلعاته المشروعة إلى إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي، بالإضافة إلى التحرك لإقرار حل سياسي للأزمة السورية. اندلعت مواجهات عنيفة في بنغازي شرق ليبيا بين مجموعات إسلامية وقوة يقودها ضابط متقاعد قال إنه أطلق عملية تحمل اسم كرامة ليبيا لتطهير المدينة من المجموعات الإرهابية. وأوضح شهود أن قوات من سلاح الجو انضمت إلى مجموعة خليفة حفتر، أحد قادة حركة التمرد التي أطاحت بنظام القذافي، وقصفت ثكنة تحتلها كتيبة 17 فبراير وهي ميليشيا إسلامية. واصل المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي. لليوم الثاني على التوالي واصل المصريون في الخارج التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تستمر حتى الأحد المقبل في 124 دولة. وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي من دون أي معوقات أو شكاوى، وتشهد إقبالا كثيفا من قبل الناخبين الذين اصطفوا في طوابير. وأكدت لجنة الانتخابات الرئاسية أن عدد الناخبين في الخارج وصل إلى 84,500 ناخب في اللجان الفرعية المشرفة على التصويت، وأعلنت أنها تواصل متابعتها لفعاليات اليوم الثاني. وأكدت أنها لم تتلقى أي شكاوى حتى الآن سواء من الناحية التنظيمية أو في شأن العملية الانتخابية بشكل عام. ويصل عدد المصريين في الخارج إلى نحو 8 ملايين شخص قدمت لهم اللجنة العليا للانتخابات تسهيلات كبيرة لضمان مشاركة واسعة، فأقرت التصويت ببطاقة الرقم القومي أو بجواز سفر ومن دون الحاجة لتسجيل مسبق. وألغت لجنة الانتخابات الرئاسية التصويت في كل من ليبيا وسوريا والصومال وأفريقيا الوسطى بسبب الأوضاع الأمنية في تلك الدول. أمهل جيش دونتسك الشعبي القوات الأوكرانية 24 ساعة لمغادرة المقاطعة، وإلا فسيتعرض لهجمات. تزامنا وصفت روسيا بغير الموضوعي والمسيس تقريرا جديدا للأمم المتحدة، قال أن وضع حقوق الإنسان في شرق أوكرانيا شهد تدهورا مقلقا. ويعرض التقرير أمثلة عدة لعمليات قتل وتعذيب وضرب مبرح وخطف وتهديد ومضايقات جنسية، وغالبيتها تنفذها مجموعات معارضة لحكومة كييف يعتقد أنهم انفصاليون موالون لموسكو. أعلن وزير الطاقة التركي تينير يلديز أن 18 عاملا لا يزالون عالقين في منجم الفحم الحجري في سوما غرب تركيا، حيث أسفر انفجار بداخله إلى مقتل أكثر من 280 شخصا. ورجح يلديز أن يكون هؤلاء المفقودون قد لقوا حتفهم، ما سيرفع عدد الضحايا إلى أكثر من 300. وأضاف الوزير أن عمليات الإنقاذ ستنتهي بعد إخراج جميع العمال العالقين في المنجم بعد 3 أيام. أقر حزب المؤتمر الحاكم في الهند بهزيمته في الانتخابات العامة، وأبدى استعداده للجلوس في مقاعد المعارضة بعدما أظهرت نتائج فرز الأصوات حتى الآن تقدما كبيرا لحزب الشعب المعارض. وبحسب النتائج الأولية ستحصل المعارضة بسهولة على 272 مقعدا لتحقيق الغالبية المطلقة في البرلمان، ما سيشكل سابقة منذ 30 عاما. تحطم صاروخ روسي من طراز بروتون ام كان يحمل الى الفضاء قمرا صناعيا مزودا بتقنية عالية للاتصالات وتتجاوز قيمته المليار دولار. وبعد 9 دقائق من انطلاق الصاروخ من مطار بايكونور الفضائي في كازاخستان، توقفت محركته عن العمل، ما منع انفصال رأسه عن جسمه وأدى الى تحطمه واحتراقه
في الغلاف الجوي. بعد الفاصل في النشرة. خطة السير الجديدة محور اجتماع في الداخلية. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. وزير التربية يؤكد أن العام الدراسي لن يعطل وأن الامتحانات النهائية ستكون في موعدها. حزب الله من أبكركي رفض زيارة الراعي للأراضي المقدسة وربط حضور جلسة الانتخاب بالتوافق على شخصية الرئيس. غارات عشوائية على درعا ودرية والمعارضة تتظاهر بكثافة في جمعة انتخابات الدم. تمكن السجين الياس حسن من الفرار فجر اليوم من سجن القب في طرابلس وقد بدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وتعقب السجين الفار. ترأس رئيس الحكومة تمام سلام اجتماعا للجنة الوزارية المختصة بإدارة النفايات الصلبة بحضور نائب رئيس الحكومة سمير مقبل والوزراء أكرم شهيب، أرتور نذريان، علي حسن خليل وحسين الحاج حسن، نبيل دوفريج ومحمد المشنوق. ثم ترأس اجتماعا للجنة الأزمات والكوارث ومن زوار السراي الوزير السابق فارس بويز ومفوض الأنروا في الشرق الأدنى بيير كرينبول. قانون السير الجديد وسبل تطبيقه بحث أمس في اجتماع ترأسه وزير الداخلية نهاد المشنوق. ترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعا للجنة السير بحضور النائب محمد قباني والقادة الأمنيين المعنيين من أجل البدء بعملية تطبيق قانون السير الجديد في جوانبه الأساسية المتعلقة بوزارة الداخلية. رئيس لجنة النقل النيابية محمد قباني شدد في نهاية الاجتماع على أهمية تطبيق قانون السير من أجل تسهيل حركة الناس والسيارات. وبحثنا في المفاصل الأساسية التي يمكن أن نختصرها بإنشاء وحدة مرور في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وستكون مدينة بيروت النموذج والبداية في تطبيق قانون السير بعد عدة أشهر. أكد منسق تيار المستقبل في طرابلس النائب السابق مصطفى علوش أن الصحافة ليست جميعها بلون واحد، فثمة صحافة بيضاء وصفراء وسوداء. أضاف أن بعض الإعلام يقع في سقوط أخلاقي في كثير من القضايا. كلام علوش جاء خلال تكريم تيار المستقبل مجموعة من الإعلاميين والمراسلين العاملين في طرابلس بحضور نواب وحشد من الشخصيات. وقد يختلف بعضنا على منطق السيادة ويصف الخارجين عن القانون بالمقاومين ومنطق استعمال لبنان وشعبه منصة لإطلاق الصواريخ وتلقيها بأنها جزء من مقاومة الاحتلال والعدو الإسرائيلي، ولكن السقوط الأخلاقي يصبح واضحا عندما يتجاهل بعض الإعلام تصريحات الجنرال صفوي وغيره من المساعدين وللفقيه في إعلانهم سيادتهم على لبنان وسوريا والعراق. وقد نختلف أيضا على توصيف المحكمة الدولية واستهدافاتها، ولكن أن ننشر أسماء الشهود لمجرد ترهيبهم وليس سعيا وراء الحقيقة ولا سعيا وراء العدالة بل لمجرد ترهيب هؤلاء الناس فهو أيضا من علامات السقوط الأخلاقي. في ذكرى 25 لاستشهاده أحيا علماء الدين في دار الفتوى وممثلون للجمعيات الإسلامية ذكرى اغتيال المفتي الشيخ حسن خالد، وقد زار المشاركون ضريحه في منطقة الأزاع وقرأوا الفاتحة عن روحه الطاهرة. نقف بينكم ومعكم في هذا المكان الذي يحمل بين جنباته من قدم دماءه دفاعا عن الوطن والأمة وقائدا ورمزا من رموز الجرأة والكلمة الحرة. في ذكرى المفتي خالد نستذكر مواقفه وكلماته ونستذكر أدبياته وأخلاقياته في التعامل والتواصل والحوار ونضاله من أجل الإصلاح السياسي ومن أجل تطبيق العدالة والمساواة. بمناسبة عيد الشباب والرياضة التركي أقامت رابطة الشباب اللبنانية التركية احتفالا في قصر اليونسكو برعاية وزير العدل اللواء أشرف ريفي ممثلا بالقاضي محمد صعب وحضور الأمينة العامة للجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو الدكتورة زهيدة درويش جبور
وبحضور شخصيات أمنية ودبلوماسية ورجال دين. وخلال الحفل تم تكريم الوزير الريفي، وتسلم ممثله القاضي محمد صعب درعا تقديريا من رابطة الشباب اللبناني التركي. كما ألقى صعب كلمة باسم ريفي أثنى فيها على دور الرابطة التي تسعى إلى إظهار التعاون بين الشعبين اللبناني والتركي. أصيب 7 أشخاص بجروح في حادث سير كبير وقع على أوتوستراد طبرجة، وتحديدا بعد جسر الصفرة، وقد عمل الصليب الأحمر على نقل المصابين إلى المستشفيات. بعد الفاصل في النشرة: تراجع ملحوظ في الصادرات والواردات بين لبنان وكندا. والآن نصل إلى الصفحة الاقتصادية مع باسل الخطيب. مرحبا باسل. أهلا روزي. تفضل. شكرا. أهلا بكم. يوم لبناني كندي استضافته غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بحضور رجال أعمال من الطرفين. تقرير والتفاصيل. استضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان منتدى تسهيل التجارة بين لبنان وكندا برعاية وحضور وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، سفيرة كندا في لبنان هيلاري آدامز، رئيس اتحاد الغرف محمد شئير، ورئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الكنديين كلود بولوس، ورئيس مكتب تسهيل التجارة في كندا جون لانغ، وحشد من الصناعيين والتجارة وأعضاء تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الكنديين. شئير قال إن لبنان وكندا يتمتعان بعلاقات جيدة مبنية على رغبة الشعبين في التمسك بهذه العلاقات وتوسيعها وتطويرها، في حين كشف بولوس أن الغاية من هذا المنتدى هي أن يقدم ممثل مكتب تسهيل التجارة الشرح الوافي للصناعيين والتجار المشاركين عن تفاعل الأسواق الكندية. من جهتها السفيرة الكندية في لبنان أشارت إلى أن التصدير من كندا إلى لبنان انخفض 34%، كما انخفض التصدير من لبنان إلى كندا من 21 مليون دولار إلى 8، وعرضت للتسهيلات المقدمة لرجال الأعمال وفق معادلة ثبات وابتكار تعطي المدخول، ثم عددت ميزات الاقتصاد الكندي بأنه متين الأداء ومنفتح على الأسواق. وفي الختام نوه الوزير حكيم بالدور الذي تلعبه غرفة بيروت وجبل لبنان في نطاق تفعيل الحركة التجارية والجهود المبذولة من قبل رئيسها محمد شئير في تنشيط الاقتصاد الوطني، شاكرا السفيرة الكندية على هذه المبادرة لمساعدة المصدرين اللبنانيين من تجار ومزارعين وصناعيين على دخول الأسواق الكندية المتعددة. نظم تجمع رجال الأعمال اللبنانيين غداء حواريا مع سفراء دول أفريقيا الجنوبية، مصر، المغرب، نيجيريا، السودان، تونس وساحل العاج بحضور وزراء لبنانيين وهيئات دولية وهيئات نقابية اقتصادية. أيضا رئيس التجمع فؤاد مكحل تناول الوضع اللبناني الحالي وخصوصا استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية واضطرابات ومظاهرات موظفي القطاع العام بخصوص سلسلة الرتب والرواتب، معبرا عن موقف تجمع رجال الأعمال بأنهم ليسوا طرفا في هذا الصراع، وأقر بأحقية المطلب إلا أنه رأى أن الدولة نفسها وظفتهم بعدد فائض لا يوصف، ووعدتهم بالعجائب، وعاملتهم بعدم مساواة، والتي تتغاضى عن العديد وهي التي تتغاضى عن العديد من الوظائف الوهمية. لكنه أكد أنه إذا كانت الدولة تعتمد على الشركات الخاصة وتريد أن تجعلها تغرق في هذه الوحول العكرة لدفع أو تمويل كلفة سوء إدارتها، فإن تجمع رجال الأعمال يرفض بشكل قاطع ذلك ويطالب بإصلاحات هيكلية وإعادة هيكلية داخلية شاملة. أولا في بورصة بيروت تحسن سوليدر آ 3/4 نقطة إلى $13.10، والسوليدر بي 1% إلى $13.20. أما عودة تفضيلي فئة جيم وفئة اتش فاستقرا عند $100، وتراجع بيروت تفضيلي فئة اي أقل من نصف نقطة إلى $25.25، كما استقر بيبلوس تفضيلي عند $100. أظهرت نماذج لإقرار الذمة المالية أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يمتلك أصولا تتراوح قيمتها بين $1,950,000 و $7,150,000، منها سندات خزانة بقيمة تتراوح من $1,000,000 إلى $5,000,000. وأعلن أوباما وزوجته ميتشيل في أبريل نيسان أن دخلهما العام الماضي بلغ $503,000، وكرئيس للولايات المتحدة يحصل أوباما على راتب قدره $400,000 سنويا. وفي نماذج إقرار الذمة المالية التي صدرت هذا الأسبوع سجل أوباما دخلا خارج راتبه تراوح بين حوالي $180,482 من حقوق نشر كتب وعوائد استثمارات،
كما أعلن أوباما عن رهن عقاري مدته 30 عاما بقيمة تتراوح بين 500 ألف إلى مليون دولار على منزله في شيكاغو بفائدة 5.6%. هذا كل شيء في أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء بعد الفصل. في الرياضة، بويول يعلن اعتزاله في سن 35. ونصل الآن إلى الصفحة الرياضية مع عباس حسن. مرحبا عباس. مرحبا. حلو الواحد يعتزل بال 35، أنا عم بحسده. يعني روزي أنا مثلا عم فكر فعلا بس أوصل ل 35 أعتزل. أها. إيه. ما وصلت لهم بعد. بعدني بال 24 هلا. شكرا روزي ومساء الخير. اشتبكت قوات الشرطة مع المتظاهرين في مدينة ساو باولو في إطار موجة جديدة من الاحتجاجات اللي شهدتها العديد من مدن البرازيل امبارح الخميس، احتجاجا على قصور الخدمات العامة في البلاد يلي بتستضيف نهائيات كأس العالم في كرة القدم الشهر المقبل. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين يلي أشعلوا النار في الإطارات والقمامة في بعض الشوارع أكبر مدن البلاد. ويقول المتظاهرين أنهم يسعوا لتسليط الضوء على تدني الإنفاق على الخدمات العامة فيما تنفق البلاد مبالغ طائلة استعدادا لاستضافة المونديال. وفي المساء شهدت المدينة مدينة ريو دي جانيرو احتجاجات واسعة تسببت في تعطيل حركة المرور وسط المدينة. في المقابل ينتظر الجميع من المنتخب البرازيلي أن يحقق نتيجة إيجابية. في هذا التقرير نلقي الضوء على المنتخب البرازيلي المشارك على أرضه وبين جماهيره في كأس العالم. عندما بتلعب البرازيل المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2014 أمام منتخب كرواتيا في 12 من شهر يونيو، ستكون الضغوط عالية جدا على المنتخب الوطني. البرازيل اللي فشلت في تحقيق اللقب على أرض عام 1950 بعد خسارة النهائي أمام منتخب أوروغواي تتطلع للفوز باللقب للمرة السادسة. وقال ديفيد لويش: الجميع يريد أن يعرف هل ستنجح البرازيل في تنظيم النهائيات، ليس المنتخب بل البلاد. البلاد متعودة على استضافة الملايين كل عام. أنا متأكد أنه سيكون عرضا كبيرا، وأنا متأكد أن البرازيل ستعمل كل شيء من أجل الفوز باللقب. منتخب البرازيل استضاف بطولة القارات 2013 واللي فاز فيها في النهائي على منتخب إسبانيا بثلاث أهداف للا شيء، حيث يتطلع الفريق لنجاح أكبر. وقال لويش أن منتخبات أمريكا الجنوبية سيكون لها الأفضلية عندما يتعلق الأمر بكأس العالم. وأضاف وقال: هذه كأس العالم، الجميع يستعد ليكون بطلا، على الجميع القتال، وأنا لا أعتقد أن الأفضلية لنا. ربما إذا لعبت بعض الفرق الأوروبية في درجة حرارة تكون دون 40 مئوية هذا سيساعدهم، لكن ذلك لا يعني أي شيء في أرض الملعب. وتتعلق أمال أغلب البرازيليين على نيمار مهاجم برشلونة، حيث يعتقد لويش أنه لاعب سانتوس السابق سيبرز بشكل جيد. وأضاف وقال: الجميع يتوقع منه الظهور بشكل جيد مثل ما فعل الكثير من البرازيليين، وأمامه فرصة كبيرة للعب في نهائيات كأس العالم في بلاده. عليه إظهار مهاراته في كرة القدم مثل ما فعل سابقا، لا يحتاج أن يثبت أي شيء لأي شخص، فقط عليه الاستمتاع، وأنا متأكد أن الجميع سيساعده. منتخب البرازيل يقبع في المجموعة الأولى بجانب منتخبات كرواتيا والمكسيك والكاميرون. وحول المباراة الافتتاحية قال لويش: المباراة الأولى في البطولة ستكون واحدة من أصعب المباريات، على البرازيل أن تكون مستعدة. الخصم لديه عدد من اللاعبين المميزين أمثال لوكا مودريتش اللي بيلعب مع ريال مدريد، لذلك يجب على البرازيل أن تكون مستعدة. ستكون مباراة صعبة، لن نخوض أي مباراة سهلة لأنه هذه هي كأس العالم. وسيلعب المنتخب البرازيلي مباراته الثانية أمام المكسيك في 17 من يونيو، حيث واجهت البرازيل صعوبة كبيرة في الماضي أمام المكسيك، خاصة بعد خسارتها في المباراة النهائية للألعاب الأولمبية 2012. وحول مباراة المكسيك قال لويش: للأسف هو فريق خطير، تسبب البرازيل بالعديد من المشاكل في السابق، وأيضا بالفريق لاعبين ممتازين، وكما قلت كل مباراة سنخوضها ستكون صعبة جدا، لكن الفرصة متاحة لعرض عملنا الجيد والفوز باللقب. نبقى في كأس العالم شغلة الناس، وبهالفترة بالذات اللاعب الإسباني تياغو ألكانتارا لن يكون في كأس العالم، وذلك بسبب إصابة، وبالتالي سيغيب أيضا عن كأس ألمانيا بكرة السبت. قال بايرن ميونخ انه لاعب وسط منتخب اسبانيا تياغو الكانتارا رح يغيب عن كاس العالم بالاضافه لنهائي كاس المانيا السبت بعد اصابته باربطه الركبه هالاسبوع، وبيحتاج لاجراء عمليه جراحيه. وبغيب تياغو يلي انضم لبايرن هالموسم وكان ضمن تشكيله اسبانيا المبدئيه لكاس العالم يلي اعلنت يوم الاثنين الماضي بسبب اصابه مختلفه بالركبه اليمنى، وكان بيامل انه يشارك بنهائي الكاس ضد بروسيا دورتموند. وقال كارل هانز رومينيجي الرئيس التنفيذي لبايرن ببيان انه هذا امر مؤلم بالنسبه
سانتياغو وبيشعر بالأسف كرماله. وبتلعب إسبانيا بطلة كأس العالم 2010 بالمجموعة الثانية إلى جانب هولندا تشيلي وأستراليا. الصحافة الإنجليزية تشير إلى أن أبواب الدوري الإسباني ستفتح من أجل خروج 3 لاعبين إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل. كشف التقرير صحفي كتالوني عن خروج 3 لاعبين من برشلونة بالصيف المقبل للدوري الإنجليزي. وحسب إذاعة كتالونيا الأولى فبيدرو رودريغيز وسيسك فابريغاس وخافير ماسكيرانو عم بيستعدوا للرحيل ووجهتهم هي أندية إنجليزية كبيرة. ومن المتوقع أن يكون ليفربول وجهة خافير ماسكيرانو، بس سيسك فابريغاس رح يلعب مع مانشستر يونايتد يلي مهتم فيه من الصيف الماضي. أما بالنسبة لبيدرو رودريغيز فعم تتحدث الأخبار عن اهتمام فريق الأرسنال بشراء اللاعب. الصحافة الكتالونية بتأمن بأنه برشلونة جاي على مرحلة كبيرة من التغيير ورح تشمل رحيل عدد كبير من اللاعبين. من ذكر أنه برشلونة مهتم بالتعاقد مع عدة لاعبين مثل ديفيد لويز وأرتيرو فيدال لاعب فريق جوفنتوس. الصحافة الإنجليزية بدورة ربطت ما بين شراء ريال مدريد لجارث بيل وما بين صفقات قد تحصل في المستقبل القريب. ربطت الصحافة الإنجليزية بين شراء ريال مدريد لمهاجم ليفربول لويس سواريز وانتقال كريم بنزيما للأرسنال. صحيفة ميرور ذكرت أن ريال مدريد رح يواصل ضغطه للتعاقد مع هداف الدوري الإنجليزي سواريز مقابل حوالي 75 مليون يورو، وبحال نجح أنه يقنع ليفربول بالاستغناء عن سواريز فهو رح يقرر بيع كريم بنزيما. وأضافت الصحيفة أنه أرسنال مهتم بالتعاقد مع بنزيما، وأرسن فينجر بشوف فيه هو القطعة الناقصة خط هجومه بالرغم من عدم استقرار مستواه بريال مدريد. وأشارت إلى أن الفريق الإنجليزي مستعد ليدفع حوالي 40 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب الفرنسي. يبدو أن لويس فان جال يقترب أكثر وأكثر نحو الشياطين الحمر، هذا اللي أعلنت عنه الصحف واللي شفناه بالأخبار أيضا، ولكن الجديد هو لقاء جمع بين فان جال والمدرب المؤقت ولكن في هولندا. نشرت صحيفة الجارديون الخميس أن المدرب المؤقت لفريق مانشستر يونايتد رايان جيجز قابل لويس فان جال ببيته بمدينة نوردويج الهولندية. المدرب يلي بيبلغ من عمر 62 سنة رفض الحديث عن هالموضوع، وكان مدرب منتخب الهولندي متخوف جدا من استعدادات الفريق لنهاية كأس العالم والحالة الصحية للاعب روبن فان بيرسي. من سنغافورة وبعد 12 سنة قضاها مع فريق مانشستر يونايتد كان ريو فرديناند بدوره عم يعلن بأنه لم يكن يمتلك الوقت الكافي من أجل الاعتزال. ما قرر بعد مصيره ريو فرديناند خلال حفل دعائي جمعه مع سيرجيو أغويرو بسنغافورة. فبعد 12 سنة مع فريق مانشستر يونايتد ابن ال 35 اعترف انه ما كان عم يملك الوقت الكافي ليفكر بمستقبله اذا رح يعتزل او رح يكمل بعد خروجه الاكيد من الأولد ترافورد. من جهته أغويرو رح يبلش تحضيراته ليشارك بنهاية كأس العالم 2014 بالبرازيل من بعد ما تم استدعائه من المدير الفني أليخاندرو سابيلا. وأخيرا في سن ال 35 يعلن بويول الاعتزال من فريق برشلونة ومن كرة القدم بشكل عام، علما بأن مسيرة هذا اللاعب حافلة بالكثير من الإنجازات على صعيد الفرق والمنتخبات. أصبح لمشجعي فريق برشلونة لاعب أسطوري آخر بعد اعتزال أشهر قائد للفريق المدافع كارلوس بيول رسميا امبارح الخميس بحفل توديع رسمي جرى بقاعة احتفالات ملعب الكامب نو. بيول البالغ من عمر 35 سنة كان عم بيسعى للاعتزال وهو بسن الأربعين، بس الإصابات المتكررة أجبرته أنه يعتزل هالسنة. وشارك المدافع بأول مباراة رسمية له مع برشلونة عام 99 وقضى كل مسيرته الرياضية مع النادي الكتالوني. وساعد بيول برشلونة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات وإسبانيا بالفوز بكأس العالم عام 2010. هذا كل شيء هلأ بالرياضة، عودة إلى روسيا. ويبقى في الختام التذكير بعناوين النشر. وزير التربية يؤكد أن العام الدراسي لن يعطل وأن الامتحانات النهائية ستكون في موعدها. حزب الله من أبكركي رفض زيارة الراعي للأراضي المقدسة وربط حضور جلسة الانتخاب بالتوافق على شخصية الرئيس. الله أكبر، الله أكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل. غارات عشوائية على درعا ودرية والمعارضة تتظاهر بكثافة في جمعة انتخابات الدم. وفي الاقتصاد تجمع رجال الأعمال يطلب من سفراء إفريقيا العمل على تعزيز التبادل مع لبنان. أما في الرياضة فالبرازيل مجدداً أمام تحدي العنف قبل أيام على كأس العالم.
هذا كل شيء في النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. الغياب ليس مستغربا.